حياة أصدقاء، إذن في أولى مباريات المدرب الجديد الإسباني خوسي لانا منتخبنا يتفوق على موريشيوس بهدفين مقابل لا شيء. بالنسبة للمباراة البث كان سيء جدا، يعني بصعوبة حصلت على رابط وتابعت المباراة، لكن البث كان عم يروح ويرجع، لكن قدرنا نشاهد عدد دقائق مقبول لنحضر منتخبنا الوطني بتشكيلة جديدة ببعض اللاعبين ببعض التغييرات اللي كنا عم نتفاجأ فيها أو بداية تشكيلة متفاجئ فيها. لكن بدايه فيديو اليوم مثل العاده طج لايك، اشترك بالقناه، شارك فيديو اصدقاء، اكتب لي بكومنت شو رايك بالمباراه، شو رايك باداء منتخبنا الوطني. لكن الكلام اللي بدي احكيه بدايه فيديو اليوم للامانه لازم نذكره ونقول للجمهور السوري شكرا. الجمهور السوري جمهور منتخبنا شكرا، انتم على الراس والله. الجمهور السوري حطوا على الجرح بطيب، حطوا على الجرح بطيب. يعني تخيل منتخب خارج من التصفيات، ما وصل لكاس العالم، انتكاسات، بهادل، هزائم، خروج، نتائج مخيبة، كل المنتخبات، وبالأمس شفنا كثير منتخبات عربية عم تنتصر على منتخبات قوية ومتقدمة بكرة القدم، متطورة بكرة القدم. مع هيك منتخبنا اليوم بمباراة ودية أمام منتخب ما حد بيعرفه وما له جماهير، ومع هيك فوت على البث المباشر على أي قناة بتحضر متابعة بالألفات، وإذا فرجيك المسنجر عندي مسجات بالمئات بيسألوني بعتلي رابط المباراة. فتحية للجمهور السوري، أنتو تنحطوا على الجرح بطيب وأنتو على الراس. والله منتخبنا يمتلك جمهور ما انه موجود، ما بدي اقول لك بالوطن العربي، ما انه موجود بكل العالم، صابر وبتابع وبحب المنتخب، وما في اي شيء. يعني ما جمهورنا مو جمهور نتائج، جمهور منتخب. تحيه بدايه فيديو اليوم لهذا الجمهور اللي بتابع المنتخب، ما بدي اقول لك على السراء والضراء، دائما بتابع المنتخب، دائما بتابع المنتخب. خلينا نفوت بالتفاصيل. اذا خوسيه لانا بيقول المباراه كان فوق بهدفين مقابل لا شيء. بالنسبه للتشكيله كان عم ينزل بحراسه المرمى استيبان جليل، عمرو ميداني صاحب الطابي يلي انا تفاجات فيه مع المنتخب، ومع هيك ما كان عم يقدم اداء سيء بكل امان. اليوم كانت العناصر مقبوله بارض الملعب بناء على ضعف فريق المنافس. يعني انت اليوم ما فيك تحكم على المنتخب وما فيك تحكم على العناصر واللاعبين امام منتخب سيء اسمه موريشيوس. احمد فقة كمان كان ممتاز، مؤيد عجان، علي الريني ايضا كان ممتاز، ابراهام، مصطفى عبد اللطيف مبدع اليوم كان بمباراة اليوم، محمد حلاق مثل العادي، محمود المواس من اول مباراة رجع مع المنتخب رجع اساسي. انا اليوم شفت محمود المواس مميز بكل امانة، ما لانه سجل الهدف الثاني انما كان عنده شغل، كان عم يشتغل، كان عم يرقد، كان عم يحاول، كان اضافي بالحالات الهجومية جدا جدا ممتاز اليوم كان محمود المواس. محمد المرمور وبابلو صباغ ما يعيب الحالة الهجومية، كانت قلة الكرات أو الكرات غير مركزة والعشوائية كان عم توصل لبابلو صباغ، وبعض الكرات اللي عم يستلمها بابلو صباغ كان عم ينوجد بعدم مساندة. يعني دائما بلاقي حاله بابلو صباغ أمام 3-4 مدافعين وأقرب زميل له بعيد. بالنسبة لمنتخب موريشيوس، منتخب متواضع، منتخب سيء، منتخب أفضل لاعبي كان رقم 7 الأصلع إذا شفته على الجهة اليسار كان ممتاز، وخاصة يعني شفناه بالشوط الثاني، بالشوط الثاني كان ممتاز وممتاز جدا. يعني للأمانة رقم 7 الأصلع ما بعرف شو اسمه منتخب موريشيوس أحسن من كل لاعبين منتخبنا بكل أمانة. يعني ما عندنا هيك عنصر، ما عندنا هيك عنصر. كبداية مباراة بالشوط الأول، إذا بدنا نحكي عن المباراة بشكل عام، المباراة شوط بشوط منتخبنا الوطني كان أفضل بالشوط الأول، كان عم يفتتح التسجيل مصطفى عبد اللطيف بعد كرة كان عم يقطع بعد ضغط عالي، كان عم يقطع محمود المواس عم توصل لبابلو صباغ، بابلو صباغ كرة بالعرض كان عم يختمها مصطفى عبد اللطيف بهدف رائع. شوط اول عم ينتهي بهدف مقابل لا شيء، الشوط الاول كان ممكن نعزز، كان ممكن نسجل هدف ثاني، كان منتخبنا كشوط اول افضل. انا كنت توقعت بالشوط الثاني نعزز بهدف ثاني وثالث ورابع نسبه لاداء الشوط الاول، لكن بالشوط الثاني تفاجات من التراجع الغريب من لاعبي منتخبنا الوطني وتميز او الضغط العالي للمنتخب الموريشيوس. منتخب موريشيوس بالشوط الثاني كان افضل منتخبنا بمراحل، كان ممكن يسجل هدف التعادل وهدف التقدم بكره واثنين وثلاثه في كره كانت على العارضه. منتخبنا بالشوط الثاني كان معتمد على الهجمات المرتده، واحدى هي الهجمات محمود مواس كان عم يسجل الهدف الثاني. مشكله منتخبنا انا بشوفها اليوم كبدايه مباراه، اذا بدي احكي اول 10 15 دقيقه كنا مثل العاده عم نعتمد على الكرات الطوليه، شفنا المدرب اول 10 ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه كان معصب وعم ينبه على اللاعبين العب على الارض لا تلعب الكرات الطويله، بعدين بعد 15 دقيقه تعدل اللعب، صرنا عم نعتمد على الكرات القصيره وبناء الهجمي من الخلف، هون تحسن الاداء. بالمجمل المباراه 90 دقيقه ممله، هون تحسن الاداء، لكن مشكلتنا كانت امام منتخب موريشيوس بشوط اول بشوط الثاني عدم الضغط العالي
بمناطق الخصم. يعني وقت بتشوف الكره مع منتخب ميروشوس وانت عم تحكي عن منتخب سيء، منتخب متواضع يعني، ما منتخب غير قوي او متطور بكره القدم، وقت عم يبني الهجمه، عم يبني الهجمه بكل اريحيه. يعني انت المفروض منتصف ملعب الخصم وتكون انت افضل منه، تضغط عليه، تريح المدافعين، تستخلص الكرات، تستفيد من هاي الكرات عشان تسجل. هذا الشيء انا ما حضرته بالتسعين دقيقه. بالمجمل حكينا نحن بوقت سابق انه نحن شاركنا ببطوله الهند مشان اتحاد كرة القدم يرجع الثقة للجماهير، بينه وبين الجماهير، لصالح الجماهير، استعراض للعضلات مشان ما ينصدم المدرب بأولى المباريات أمام منتخب أقوى منه ويشوف أداء سيء منتخبنا. فهذا كان مطلوب، نواجه اليوم مرشيوس، وغدا أو المباراة القادمة رح نواجه المنتخب الهندي. اللي بهمنا نحن أنه المدرب يشوف اللاعبين. رجع باب لصباغ، رجع المواس، حضرنا عودة كتير لاعبين، حتى أيهم أوسو كان على الدكة عم ينزل بالشوط الثاني. بكل أمانة أنت عم تحكي عن 90 دقيقة، الصورة عم تنقطع كثير، عم تروح وترجع، بس ترجع الصورة بعد 5 أو 10 دقائق لا تستغرب، أو 10 دقائق صرت تتفقد اللاعبين مين نزل ومين طلع. فوين بدك تتابع المباراة، وبين ما تتأكد من لاعب أو لاعبين كان عم ينزلوا بأرض الملعب ترجع تنقطع الصورة مرة ثانية. فكان في مشكلة بالبث المباشر وتعذبنا كثير، لكن أهم شيء بهيك بطولة إنه المدرب يتعرف على اللاعبين، أقل شيء يا أخي يحفظ أسمائهم، أقل شيء يحفظ أسماءهم. مبروك لمنتخبنا. شيء ما صار بالمباراة صدمة، ما صار خيبة أمل، يعني متعودين على منتخبنا، حتى مع هيك منتخبات ممكن يتعادل أو يخسر، يخسر مرقت على خير، يعني قدرنا نربح على مرشوس، والقادم أفضل إن شاء الله مع المنتخب الهندي. بتوقع أنه تشكيلة تتغير، اللاعبين تتغير، لنحضر أكثر عدد ممكن من اللاعبين. كنت بتمنى على اتحاد كرة القدم السوري والتلفزيون السوري أنه ينقل هالمباراة، لو مباراة ودية، لكن عم نشوف شغف الجمهور السوري كيف عم تتابع المباراة. لو قلنا مباراة ودية، تخيل يا رعاك الله لو انت عم تلعب بالتصفيات بالأمس، كيف رح يكون تعداد الجماهير، متابعين، التفاعل؟ حرام حرام. بار المعلق عصام الشوالي بيقول لك انا اكثر شغل استفدت بالتصفيات بمباريات اليوم بالأمس، عم يحكي قال لك عدم وجود المنتخب السوري جرحنا، حرك لي الاوجاع، مصدومين. وانا بس احضر التصفيات بكل امانة، بكل مباراة بحضر المنتخبات العربية، وانا خاصة بالايام يعني صار معي اكتئاب بصراحة، لانه عم نحضر التصفيات بدون منتخبنا بمجموعة جدا جدا كانت سهلة، لا نروح لبطولة ودية لا فائدة منها. نهاية فيديو اليوم، مبروك لمنتخبنا الوطني، مبروك للجماهير، برجع بعيد مكرر، انتم تنحطوا على الجرح بطيب، وانتم على الراس عم تتابعوا المنتخب وتشاهدوه، تتعبوا للحصول على الرابط. بالمقابل هي مباراة ودية وبطولة ودية، لكن شغف كرة القدم وحب المنتخب يا سادة. اتمنى دائما ضلوا خير سادة.